طيب خليني اسالك كاتحاد بلجيكي وانتوا بتشتغلوا مع بطوله امم اوروبا وعلى بطوله امم اوروبا في منتخب يضم عدد كبير جدا من النجوم في كل المراكز كلهم سوبر ستار، هل بيبقى مطلوب او بيتم الاتفاق ويتم تحديد الهدف من المشاركه في البطوله؟ اتحاد بلجيكي بيطلب مثلا من المدير الفني انه يحقق بطوله او على اقل تقدير انه يوصل للمربع الذهبي، ولا الامر ده متروك للمشاركه بشكل طبيعي بدون تحديد اهداف؟ حسنا، المنظومة الكبيرة يجب أن يكون فيها جهاز فني كبير ولعيبة رائعين. ليس ضروريا أن يكون في مرحلة الشباب، ولكن هناك يجب أن يكون هناك توازن بين المراحل. أعتقد أن الأساسيات التي تعدها بلجيكا للاعبين الشباب والأكاديميات الناشئين تجعلهم جاهزين وعندهم نضج وخبرة، وهذه العملية تكون مفيدة جدا في غمار البطولات. لكن هل بيطلب من المدير الفني انه يحدد المستوى اللي هيوصل ليه في البطوله؟ يعني انتوا كاتحاد في بلجيكا هل بتطلبوا من مارتينيز انه بالسكواد ده يحدد اذا كان يقدر يوصل من قبل البطوله ما تبدا طبعا، يوصل قبل نهائي او يوصل نهائي او انه عليه تحقيق البطوله؟ بيتم تحديد الهدف من قبل البدايه ولا ده شيء متروك يعني مش محدد او مش مطلوب منه بشكل واضح؟ I think that's a very difficult question. أعتقد أنه سؤال صعب جدا الإجابة عليه، لأن يجب أن نكون واقعين. إحنا عندنا إصابتان كبيرتان، وكذلك الحال بالنسبة للموسم الماضي فقدنا كابتن الفريق كومباني، فبالتالي هذه تعد علامة استفهام كبيرة. Uncertainties about the injuries of Axel himself from Dortmund. عندنا عدم تأكيد بالنسبة لبعض الإصابات كإيدن هازارد أو كيفن دي بروين. Manchester City. Yes. The problem is that everyone is expecting. المشكلة أن الجميع يتوقع أن بلجيكا ستكون هي المرشح الأول والفائز بالبطولة. And I think and I fear. وأعتقد أن. أن هذا عبء وحمل كبير جدا وضغط على الفريق والمدير الفني للفريق روبرتو مارتينيز وعلى اللاعبين بطبيعة الحال، وهذه تعد ممكن أن تعد مشكلة بالنسبة لهم. بالنسبة لهجوم المنتخب البلجيكي والسؤال تحديدا عن روميلو لوكاكو مهاجم طبعا إنتر اللي كان ليه دور واضح جدا وبارز جدا في تتويج الإنتر السنة دي بعد غياب طويل طبعا بدوري الإيطالي، مدى جاهزيته للمشاركة مع المنتخب البلجيكي وفرصه في الحصول على لقب هداف أمم أوروبا من وجهة نظرك طبعا؟ لا أعتقد أن لاعب بقيمة روميلو لوكاكو وساهم في الفوز بالبطولة الإيطالية، لا أعتقد أنه ليس لديه الطموح في أن يفوز بجائزة هداف البطولة والبطولة كذلك. أعتقد أنه سيساعد وسيؤدي أداء رائعا في البطولة كما يتوقع الجميع بالطبع. أحيانا لا يتم تقديره بالشكل اللائق، لكن الآن أعتقد أن روميلو لوكاكو أصبح واحد من أهم اللاعبين في الفريق الوطني المنتخب البلجيكي. هو أحدث فارقا بإحراز العديد من الأهداف في مختلف البطولات.